حضروا في هذه الدورة الرابعة الأبواب مفتوحة للأمن الوطني في الرواق ديال المرور والسلامة الطرقية. كنقدموا فيها واحد المجموعة ديال المهام والأعمال ديال شرطة المرور بمختلف تكويناتها، واحد المجموعة ديال الآلات ديال المراقبة اللي دخلها في المراقبة الآلية حسب ما نصت عليه مدونة السير ديال 2010. وبالتالي كنقدموا احد العمل ديال الشرطيين بجهاز الأجهزة ديال الرادار، كنقدموا أجهزة ديال الليتيلومتر والليتيلوتيست اللي دخلها اللي المسمى ديالها بالعربية الرائز او الكوتيست، كذلك بعض السيارات بتكنولوجيا متقدمة من اجل التحكم في السير والتحكم في يعني في جميع المقاطع الطرقية اللي كتشهد بعض الاكتضاد او بعض الحوادث اللي كتوقع حوادث السير داخل الطرقات. فبالتالي كأنهم كيتدخلوا في الوقت المناسب وفي واحد الوقت وجيز من اجل الضمانة ديال السيولة وانسيابية السير. اذا هذه مجموعة ديال الاعمال